بقى تعرفوا انا عملت الفراخ المقرميشة النهاردة دي ازاي. حطوا بقى لايك كتير كتير للفيديو، تعالوا مع بعض نشوف المقادير والطريقة. بس قبل ما نشوف المقادير والطريقة تعالوا نفتح واحدة مع بعض ونشوف شكلها ايه من جوه. يلا بينا حبيب قلبي جيجي. بقى كده بسم الله الرحمن الرحيم نفتح واحدة مع بعض ونقول بسم الله. طبعا بصوا مقرمشة اهي، تمام بصوا اهي اهو، بصي مفيش اي دم ولا اي حاجة، ده الكفر بصوا مقرمش معانا ازاي اهي. ليه مستوية معايا كده؟ علشان خاطر احنا بصوا اللحمة اهو تمام. على ايه رأيكم بقى؟ بصوا ولا الكفر فك ولا اي حاجة، زي ما انتم شايفين كده بصوا تحفة. ازيكم حبايب قلبي جيجي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده حبايب قلبي هنعمل مع بعض طريقه كنتاكي، بس ايه هايله عملتها الولاد اتهبلوا عليها. اتمنى نحط لايك للفيديو. يلا كده مع بعض نبتدي ونقول بسم الله الرحمن الرحيم توكلنا على الله. بص يا ستي، ايه جبنه دبابيس اهي تمام، هنعمل منها. لو ما فيش دبابيس والامكانيات ما تسمحش نجيب دبابيس، هنعملها بالاجنحه. هعمل لك بدي وهعمل لك بدي اللي يعجبك تمام. الاجنحه بس بتتباع عند بتاع الفراخ، اجنحه بس بتبقى متقطعه كده بالشكل ده. طبعا انا غسلت الفراخ بتاعتي كويس جدا جدا وخليتها زي الفل، زي ما انتم شايفين كده ميتها بيضه وزي الفل. بس في ناس بتحس بزفاره في الفراخ مهما غسلتها. طيب نضيع الزفاره دي ازاي؟ بصوا اول حاجه الزفاره دي بمكون سحري فظيع تمام. معانا معلقه طحينه، عارفين الطحينه؟ معلقه طحينه. على فكرة انا بعمل الطحينة في البيت، بس دي علبة كانت عندي فاضية وبحب احط فيها الطحينة. هحط معلقة طحينة كده اهو تمام بالشكل ده. على فكرة اي طيور اي طيور تمام تحطي عليها معلقة الطحينة دي، اي طيور بتحسي فيها بزفارة، حمام بط وز اي حاجة بتقرفي من الزفارة دي بتطلع الزفارة تمام بالشكل ده. هنفضل نغسل كويس جدا وننقعها فيها 10 دقايق وبعد كده نشطفها كويس جدا. ما بتخليش في الفراخ ريحة زفارة فراخ خالص خالص خالص. وبرده اهو هنا اهو اهي بصوا ابتدي ان انا ادعك كده بيها الفراخ كويس جدا تمام. ما تخافوش ما بتغيرش طعمها ولا اي حاجة. المهم هغسلها كويس جدا واستنى 10 دقايق وبعد كده اشطفها كويس قوي 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 وارجع لكم تاني عشان نشوف هنعمل مع بعض ايه. الفراخة اهي بقت زي القشطة كلها على بعضيها، حطيت الاجنحة على الدبابيس على كله. تعالوا بقى نشوف مع بعض الخلطة اللي هنعملها الفريدة من نوعها اللي هتعجبكم جدا جدا. نشوف كده مع بعض الخلطة اللي هنعملها مع بعض، مختلفة شوية بس الطعم حكاية. بصي مختلفة جدا جدا عن اي حد تاني، دي اختراعي كنتش عملتها عجبتني جدا وعجبت الولاد. طيب معانا ايه بقى كده المكونات؟ معايا بصلتين كبار متقطعين كده اهو، معايا فلفلاية الوان، فلفلاية رومي اي فلفلاية مفيش مشكلة خالص، معايا قرن فلفل حامي وده اختياري، معايا 2 طماطماية، معايا جزراية صغيرة مبشورة او نص جزراية تمام، معايا 5 فصوص ثوم، معايا نص ليمونه متقطعه ترنشات كده بالقشر بتاعها، معايا شويه بقدونس فريش. ودي كده الحاجات دي هقول لكم هنعمل فيها ايه بس لما اكمل بقيه الحاجه اللي هقول عليها. طيب معايا نص كوبايه زبادي او معلقتين كبار مليانين من الزبادي، معايا معلقتين من الملح، ومعانا بقى التوابل بتاعتنا، معلقه زعتر، معايا نص معلقه من الجنزبيل، معايا نص معلقه من الكمون، ومعايا دي نص معلقه من بودره الزعفران الصفراء عشان تديني لون حلو للفراخ، معايا ده شمر حبه صغيرين قوي، ربع معلقه من الشمر جربيها فظيعه، نص معلقه من الفلفل الاسود، نص معلقه من الكزبره الناشفه، ومعايا نص معلقه من السماء وده بيديني مزازه حلوه قوي للفراخ، وكمان معانا نص معلقه من الحبهان على ورق الروري المطحونين تمام. معانا كمان فنجان من الخل. كل الحاجات دي هنحطها في الخلاط، في الخلاط هنضربها كويس جدا عشان تبقى ناعمه مش في الكبه، انا عايزاها تبقى عامله زي الميه كده. هضربها كويس جدا في الخلاط وارجع لكم تاني استنوني. شكل الخلطه اهي بعد ما اتضربت في الخلاط شايفين بقت ناعمه خالص ازاي. طب انا لو ما عنديش بودره الزعفران الصفرا دي اعمل ايه؟ هتحطي معلقتين كبار من الكركم تمام، هيدينا نفس اللون الحلو ده. تعالوا بقى نشوف هنعمل مع بعض ايه. يا ريت نحط لايك كتير للفيديو، اللي ما حطش لايك لان الفيديو بجد يستاهل يوصل لاكبر عدد من الناس. دلوقتي بقى هننزل بالخلطه بتاعتنا الكباره دي اهو زي ما انتم شايفين اهو،
انا هنزل الكميه كلها، لان الكميه اللي انا عاملاها دي كيلو من الدبابيس عليه كيلو ونص من الاجنحه. تمام بالشكل ده. هنبتدي بقى، انا لابسه الجلافز اهو، هنبتدي بقى ان احنا ايه نشربها كده. شايفه بقى بودره الزعفران الحلوه دي بتتجاب من عند اي عطار. تمام اديكي عادي على فكره، بيديكي بخمسة جنيه زي ما انت عايزه يعني، ما فيش مشكله. اهي بتديكي اللون لو الناس ما بتحبش طعم الكركم في الاكل. تمام اهو بالشكل ده. هنسيبها بقى كده ولا ليله ولا حاجه، هسيبها ساعتين اتنين وارجع لكم تاني، استنوني. بعد ما عدى كده ساعتين على الفراخ هعمل ايه؟ بصوا بقى التيست ده حلو قوي. بصوا هجيب معايا صينيه. تمام الصينيه دي هنزل بيها بالفراخ بتاعتي بالصوص بكل حاجه بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. تمام بالصوص بتاعها بكل اللي انتوا شايفينه بالشكل ده. هغطي عليها وهحطها خمس دقايق على النار. مش عايزه الفراخ تستوي، انا عايزه الفراخ بس تطرى معايا شويه من جوه، تطرى بس السنه كده. ليه؟ ايه السبب؟ علشان ما يبقاش فيها دم من جوه، علشان ما يبقاش فيها دم من جوه. تمام خمس دقايق كده بس، يعني مش نص سوا، ربع سوا، بس ربع سوا، وبعد كده هنشوف هنعمل ايه. استنوني اهو غليت غلوتين، هقفل بقى دلوقتي. تمام اهو قفلت خلاص، واسيبها بقى عريانه قبل ما تبرد خالص. تمام دي اهم حاجه، تبقى ربع بس سوا، مش عايزاها تستوي حتى نص سوا، سيبها تبرد ونرجع بقى نشوف الكفر بتاعنا عامل ازاي. كده نشوف مع بعض الكفر بتاعنا هيكون مكون من ايه. معانا كوبايتين من الدقيق اللي هو الدقيق الابيض. تمام معايا كوبايه كبيره مليانه من دقيق الذره الاصفر، معايا نص كوبايه من النشا، ادي النشا اهو، وادي دي الذره اهو، وادي الدقيق. ماشي معايا معلقه كبيره من البيكنج باودر. تمام اللي بنحطه على الكيكه، معلقه كبيره، ومعايا معلقه صغيره من البيكنج صودا اللي هو الكربوناتو. تمام اللي بنحط منه على عرق سوس ده، عارفينه. تمام هبتدي بقى ان انا اقلب كل الحاجات دي على بعضها كويس جدا جدا. عايزه تبهري بهري، بس انا التتبيله مليانه بهارات كتير جدا بقى. كده اهو جايبين كده معانا كام واحده كده من الفراخ. تمام هنبتدي، ادي الدبابيس اهي. تمام وادي الاجنحه اهو، هديكم مثال كده اهو هنعمل ايه مع بعض. بص يا ستي، هبتدي ان انا ادخل الفراخ كده اهو اكنها ايه مدفونه جوه. بصي جوه الدقيق بتاعي برده كده اهو. تمام اي سوائل بقى بتنزل عادي خالص، لان هي ما كملتش سواها خالص، بس الحركه دي بتفرق معاكي كتير جدا جدا في التسويه. طيب محضره معايا ميه اهي، ماشي لو عندك ميه ساقعه يبقى تمام، مفيش مشكله. بصي هنزل من اهو بالميه، وبعد كده هنرجع تاني. دي الذره بقى بيديني قرمشه حلوه قوي، بتقعد فتره طويله اهو كده اهو. تمام نغلفها كده اهو كويس، ولما تغلفيها امطريها كده اهو. بصي امطريها بالشكل ده، كل ما تغلفيها انطري فيها كده. بصي عشان تبان التضليعه دي، بصوا انطري فيها كده. بصي كل ما تغلي فيها كده اهو، انطري فيها كده اهو. تمام هناخدها مره تاني على الميه، انتوا شايفين اهو، مره تاني كده اهو على الميه. بعد كده ننزل تاني على الدقيق بتاعنا، ونسيبها بقى جوه الدقيق عقبال ما نحضر الايه الزيت بتاعنا. بس يبقى احنا مرتين حطيناها في الميه، بس اهم حاجه تنفضيها كويس قوي. وادي الاجنحه نفس الطريقه، ادي المره الثانيه اهي بتاعه الميه، وبعد كده بننزل هنا اهو ونسيبها جوه الدقيق بالشكل ده كده اهو، لحد لما نحضر الميه بتاعتنا. تمام بس اهم حاجه زي ما قلت لك ان انت ايه بتنطري كده اهو فيها. بصي انطريها كده اهو عشان تعمل معاكي التضليعه الحلوه دي. تمام هسيبها بقى كده اهو، ولما نجيب الزيت نبتدي بقى نقلي مع بعض، ونشوف كمان نقلي ازاي ويطلع مقرمش ويطلع زي بره بالظبط. هنبتدي ان احنا نقلي مع بعض. جبت حله، تمام حطيت ربعها زيت زي ما انتم شايفين كده اهو، مش لازم نعمل طاسه ونحط لنا كيلو زيت، لا لا لا، ربعها زيت اهي زي ما انتم شايفين، حله صغيره. هبتدي ان انا انزل، بصوا شايفين اهو، ننزل بالفراخ بتاعتنا بعد ما الزيت سخن معانا كويس.
وادي الاجنحه اهي تمام بالشكل ده. ننزل بواحد كمان اهو كده عشان يبقى ايه واخد وسعه. طيب هنعمل ايه بقى دلوقتي؟ اهم حاجه ماشي نغطي عليها، عشان كده انا عملت في حله عشان يبقى ليها غطا اكنها بتتعمل جوه القلايه زي ما بتعمليها جوه القلايه ما بتشتريها من بره. تفضل كده اهو جوه القلايه. اولا الغطا بيعمل بخار، البخار ده بيسوي معايا اللحم، ما يبقاش مجرد ان هو يعني واخد لون بس، لا الكتمه دي بتسوي البخار اللي بيطلع ده بيسوي اللحم من جوه، ما يبقاش فيه دم خالص خالص، واللحم يبقى طري ومستوي وجميل. تمام لما اجي اقلب الفراخ هرجع لكم تاني، استنوني حطوا لايك كتير للفيديو. انا قلبت كده الفراخ، عايزه اوريكم بسم الله ما شاء الله ما شاء الله الله اكبر، شايفين عامله ازاي؟ جميله جدا، شايفين بصوا كريسبي ازاي، بصوا عامله ازاي، ادي الاجنحه اهي بصوا بصي عامله الطبيعه معايا ازاي. انا سايباها فهدي بقى دلوقتي النار شويه عشان تستوي، ما يبقاش الكفر لونه حلو وتبقى الفراخ من جوه نيه. تمام هغطي عليها كده بقى النار شويه واغطي عليها واسيبها، وبعد كده نطلعها مع بعض. تمام بقى نطلع كده مع بعض، بسم الله اهو شايفين، بصي الكفر بتاعنا ما حطش واللون حلو قوي. تمام ده لون التسويه الجميل، بصي الاجنحه شايفين اهي ما شاء الله اهو بالشكل ده كده اهو فيها كده على ورقه على مناديل المطبخ طبعا. وبعد كده هنحط تاني اهو بسم الله بالشكل ده تمام، ونغطي اهم حاجه زي ما قلنا. هخلص بقى الكميه كلها ان شاء الله واوريكم كده، ونفتح مع بعض ونشوف شكلها ايه من جوه. نشوف مع بعض الفراخ المقرمشة بعد ما خلصت بالشكل الجميل ده. بصوا تعالوا بقى نفتح مع بعض واحدة عشان اوريكم السوا من جوه عامل ازاي. تمام اللي محطش لايك بقى يحط لايك للفيديو. شايفين حلوة جدا مقرمشة، الكفر حلو قوي، كمان التتبيلة حلوة ومغذية جدا جدا جدا. تمام تعالوا بقى نفتح مع بعض واحدة بقى كده. بسم الله الرحمن الرحيم، نفتح واحدة مع بعض، نقول بسم الله. طبعا بصوا مقرمشة اهي تمام، بصوا اهي اهو، بصي مفيش اي دم ولا اي حاجه، ده الكفر بصوا مقرمش معانا ازاي اهي. ليه مستويه معايا كده؟ علشان خاطر احنا بصوا اللحمه اهو تمام، علشان خاطر احنا اديناها نص تسويه قبل الـ قبل الـ قبل يعني ما ندخلها على الآلية. بس كده اهو بصوا شكلها عامل ازاي اهو. واتمنى بقى الحلقه النهارده تكون عجبتكم، وتكون كمان نالت رضاكم، شايفين مستويه ازاي، وتكون نالت رضاكم. لو عجبكم الفيديو حطوا لايك كتير عشان يوصل لاكبر عدد من الناس، واشوفكم بقى ان شاء الله باذن الله في ابهار جديد من مطبخ جيجي على قد ايدي. وباي باي حبايب قلب جيجي.